أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. بداية أرحب بالسادة الحضور جميعا وعلى رأسهم سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان حفظه الله ورئيس كتلة الوفاق الأستاذ المهندس عبد الجليل خليل، والإخوة أيضا ممن لم ترهم في القاعة الأخرى السيد الأستاذ السيد جميل كاظم رئيس شورى الوفاق، والسادة الإخوة الحضور من قيادات جمعية الوفاق، كما أرحب وأبارك للإخوة للطلبة أو الطالبات ولعوائلهم هذا النجاح الباهر وهذا التفوق الذي يقدم للوطن كل الوطن. أن تكون متعلما ومتفوقا في آن واحد معنى ذلك أنك تحمل قيمة كبرى، وأي قيمة هي تلك؟ وأن تكون متعلما ومتفوقا فأنت تحمل أيضا قيمة دينية عليا، لأن الدين والله سبحانه وتعالى هو من حث على العلم ومن بجل العلم وأهل العلم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخذ عالما أو متعلما وإياك أن تكون لاهيا أو متلذذا. وأن تكون أو تكوني متعلمة أو متفوقة فأنت مصداق بارز لرقي مجتمعك وبلدك. وأن تكوني متعلمة ومتفوقة فأنت أنموذج رائع لوعي المجتمع وتحضره. كونوا من أهل العلم والمعرفة والتفوق، وفي ذات الوقت كونوا من أهل الورع والتقوى والعفة والإيمان، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وأفضل دينكم الورع. علم وفيه عفة وفيه إيمان وفيه خلق وفيه صلابة موقف هو خير من علم وفيه انحراف وفيه لهو وفيه عبث وفيه ضرر للأمة كل الأمة. هذا ما أراده الله سبحانه وتعالى، أن يكون العلم والمعرفة والتفوق لله سبحانه وتعالى مصحوبا بالورع، مصحوبا بالتقوى، مصحوبا بالعفة بالإيمان. من يحب هذا الوطن ويهواه ويعشق تربه وهواه هو من يسعى للعلم والتفوق خدمة وحبا لهذا الوطن. حب الوطن ليس لقلقة لسان وعبث، حب الوطن هو خدمة هذا الوطن، الرقي به، ازدهاره. وخير رقي به وازدهار له هو طلب العلم والتفوق من أجل أن نبني حاضر هذا الوطن ومستقبله. فمن يحمل رؤية بناء الوطن وتطويره والرقي به هو من يسعى لتكريم أهل العلم والتفوق، ومن يحب العلم والتفوق. ونحن في جمعية الوفاق نحمل رؤية لبناء الوطن وتطويره والرقي به، ولأننا نريد له أن يتقدم على طريق التنمية
فلذلك ندعم العلم والمتفوقين من أهل العلم في هذا الوطن. فالمتفوقون هم أكبر الموارد والطاقات التي تدفع عجلة التقدم والازدهار والنمو في هذا الوطن العزيز، وتستحق منا أكبر الاهتمام والاحترام. فعوض أن تضيع وتهدر عبر التمييز وعدم الرعاية وسحب الدعم والمساندة، نحن هنا في الوفاق من يتبنى هذه الرؤية في دعم العلم وأهل العلم والتفوق، لأنه ازدهار للوطن. نحن في الوفاق نكرم كل المتفوقين، لأننا لا نقبل للمتفوق أن يكرم. نحن في الوفاق نكرم كل المتفوقين لأننا لا نقبل أن نميز بين المتفوقين نظراً لانتمائه أو توجهه، فنكرم كل مواطن مخلص لهذا الوطن بغض النظر عن انتمائه وطائفته وعمن يكون. الآخرون في هذا النظام الظالم يسعون لتدمير المتفوقين وهدم مستقبلهم العلمي، يميزون بينهم في عرقهم، في طائفتهم، في انتمائهم المذهبي والسياسي، فلذلك يحاربونهم في البعثات، ويحاولون أن ينتقصوا من تفوقهم لأن لدى هؤلاء المسؤولين عن هذا الأمر عقدة في النقص والحقارة والانحطاط الأخلاقي والسلوكي. فسروا لي معدلات تصل ما فوق 95 و98 وتعطى بعثات دونيا، وآخرون ممن لم يصلوا إلى هذه المرتبة وتقدم لهم البعثات والخدمات التي تليق بالمواطن بشكل أو آخر. فسروا لي ما هذا السلوك غير أن يكون انحطاط في الأخلاق والسلوك، غير أن يكون دونيا من لدى الآخرين في فهمهم للمواطن وللوطن ولحق هذا المواطن. نعم، إنه انحطاط في الخلق والنفس وعقدة من تفوق الآخرين. هم يكرهون أننا نتفوق فلذلك يحاربوننا، عمدوا لسجن أبنائنا ممن هم في المدارس ومن المتفوقين، عمدوا فيما مضى لفصل المتفوقين من جامعاتهم ومن مدارسهم، عمدوا لخلق أجواء نفسية تحبط من نفسيات المتفوقين. هم هكذا لأنهم لديهم عقدة ولديهم نقص، ويكرهوا أن يتفوق الآخرون عليهم دائما وأبدا. لكن رغم كل ذلك فإنه لا يجدي نفعا معنا، مع أولئك الذين اتخذوا من إيمانهم وصلابتهم وإرادتهم القوية سلوكا يزيل معه كل تلك العوائق وكل تلك المحاولات التي تريد منا أن نكون متخلفين وأن نكون دائما في الصفوف الخلفية. نعم، أقوياء كلما أرادونا متخلفين علميا قوي إصرارنا على طلب العلم والتفوق. نعم، كل ذلك لا يجدي معنا. هذا الشعب قدم نماذج متفوقة من السجناء ومن أبناء وبنات الشهداء، وهو دليل على إرادة هذا الشعب في بناء الوطن، أننا نسجن ونستشهد لنبني هذا الوطن. نماذج كثيرة لم يثنها سجن، ولم يثنها تنكيل، ولم يثنها مطاردة. طلبوا العلم، هجروا فطلبوا العلم، حوربوا فطلبوا العلم، مورس ضدهم الضغط فتفوقوا، سحبت منهم بعثاتهم فأصروا أن ينالوا أعلى الدرجات. هكذا أنتم وهكذا هم أبناء البحرين المخلصين. رسالتنا للنظام أن المواطن البحريني مستعد للجد والاجتهاد والإبداع في بناء وتنمية الوطن، وهو الأحرص عليه من الآخر الغريب الذي يعطى كل الإمكانيات
ويعطى كل خيرات البلد تمييزا بين أبناء هذا البلد. رسالتنا أيضا ومن رسالة المتفوقين للنظام أن هنالك مواطن سينتظر وظيفته في قطاعات العمل، فلا تكن وظيفته الاعتصام أمام الوزارات. افسحوا المجال لأبناء هذا الوطن أن يمارسوا بناء وطنهم، افسحوا المجال لأبناء هذا الوطن أن يزدهروا بوطنهم، افسحوا المجال لأبناء هذا الوطن أن يساهموا في نماء وطنهم. اتركوا عنكم التمييز والظلم، اتركوا عنكم كل هذه المحاولات. اتركوا عنكم كل هذه المحاولات التي تريد النيل منا فقط لأننا ننتمي لطائفة أو لمذهب أو لتيار سياسي معين. التمييز هنا في البحرين ليس ضد الشيعة فقط، ضد كل من لم يوالي هذا النظام الظالم الفاسد في هذا الوطن. سنياً كنت، شيعياً، إسلامياً، يسارياً، أياً كنت، التمييز سيقع ضدك إن لم تكن موالياً لهذا النظام وسياسته الظالمة. اتركوا هذا الأمر من أجل هذا الوطن وحباً في هذا الوطن ونماءً لهذا الوطن. من رسالة المتفوق للنظام أن الكفاءة للبحرين بحرينية، ولن يحك ظهرك إلا ظفرك. نحن في الوفاق سنواصل دعمنا لكل المتفوقين من أبناء هذا البلد دون تمييز ودون طائفية. نحن سنعمل، سنكون الحضن الذي يحتضن أبناء كل هذا الوطن من دون تفرقة، أياً كان هذا المواطن، ما دام يطلب العلم وما دام يتفوق سنبذل جهدنا، سنسعى، سنحفر الصخرة من أجل أبنائنا ومن أجل هذا الوطن. نعم لدينا شح في الأموال، ولكننا لن نبخل أن نبذل كل ما عندنا من مال ومن وقت ومن جهد من أجلكم ومن أجل أبناء هذا الوطن المخلصين. وهنا أنتهز هذه الفرصة لأقدم الشكر، كل الشكر للإخوة من أعضاء جمعية الوفاق، ممن ساهموا في إنجاح هذا المهرجان وفي دعم المتفوقين من الصبية والصبايا جميعاً. شكراً لهم، وشكراً لكل الباذلين من غير أعضاء الوفاق أيضاً الذين ساهموا معنا من أجل أن ندعم العلم والمتعلمين. ونقولها ختاماً، أموال هذا الوطن تبعثر، أموال هذا الوطن في كل مكان. بالأمس نسمع أن النظام قدم أموالاً من أجل بعض الفرش لجامعة الدول العربية، تأثيث، يريدون أن يؤثثوا الجامعة العربية بشكل وآخر، فدفعوا مئات الآلاف من أجل ذلك. وأن البحرين مستعدة أن تدفع أموال طائلة أيضاً من أجل دعم الحوار في اليمن. نقول لهم عوضاً عن ذلك، ابحثوا أن تبعثوا، أن تجعلوا أموال هذا الوطن لأهل هذا الوطن، بدلاً من أن تبعزقوها على علاقات عامة وعلى أماكن لا تجدي نفعاً من أجل فقط شراء أصوات ومن أجل فقط شراء سمعة، لتحسين وضعكم السيء حقوقياً وسمعتكم المنحطة في كل العالم. اجعلوا من أموال هذا الوطن للوطن ولازدهاره ولأجل أبناء هذا الوطن. تسلبون البعثات منا وتسلبون الخيرات منا وتحاولون تجهيلنا بحجة أن لا توجد هناك أموال وهناك شح في الأموال وفي الميزانية، ولكنكم في المقابل تبعثون بأموال هذا الوطن للخارج من أجل تحسين سمعتكم السيئة. شكراً لكم جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.